السلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي اعزتي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه. جلسه رياضيه وكما عودناكم مساحه زمنيه للحوار نقاش والتداول في مجموعه من المواضيع التي تشغل بال الجمهور الرياضي وجمهور كره القدم بالخصوص. كالعاده ثلاث محاور وضيفان. في المحور الاول او الفقره الاولى سنتوقف عند السؤال الجوهري الكبير الذي يطرحه الجمهور الرياضي على مستوى مدينة الدار البيضاء، هل سيغلق ملعب مركب محمد الخامس أبوابه؟ هذا سؤال عريض يتداوله الرجويون والوداديون على حد سواء. في المحطة الثانية سنتوقف عند أزمة تدبير وإصلاح وصيانة ملاعب الدار البيضاء، ملاعب مغلقة وأخرى تنتظر قرار الفتح. ونختم كالعادة بتدوينة مثيرة للجدل هذه المرة من اللاعب يونس بالهندة. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاطو تيليماروك ضيفان لهما صلة وارتباط وثيق بهذه المحاور. باسمكم جميعا نشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي سعد الله ياسين معنا مرة أخرى في بلاطو تيليماروك. سعد الله مسير ودادي، سعد الله أيضا رئيس سابق لمصلحة الرياضة بمجلس المدينة. شكرا سيدي حسن ومرحبا بمشاهدين قناة تيليماروك. معنا كريم قليبي مرة أخرى بلاطو تيليماروك عضو مجلس المدينة طبعا في جبهة المعارضة والمدير التواصل بفريق الاتحاد البيضاوي الطاس. شكرا سي حسن البصري، شكرا على الدعوة الثالثة على التوالي. نتمنى أننا نكونوا في مستوى انتظارات وتطلعات ديال المشاهدين ديال تيليماروك. قبل ما نبداو النقاش والسجال في موضوع إشكالية إغلاق من عدم إغلاق مركب محمد الخامس مرة أخرى في وجه المباريات، مباريات الوداد والرجاء، نتوقف عند تقرير أعداء الزميل رضوان أدريس ثم نواصل النقاش. بعدما كان مركب محمد الخامس بالبيضاء مسرحا لعب فيه جمهور الرجاء والوداد دور البطولة، كانت الجولات الثمانية من الدوري الوطني هي الأخيرة لمعلمة تاريخية ينتشي بها الفريقين وتنتشي بها الأنصار، أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر. كان البديل اختيارا لمجمع مولاي عبد الله، ملت الجماهير من تجولها نحو الرباط وكان ملعب الأبجيجو حاضنا لأبنائه الاثنين. تعددت الجولات وتوالت المباريات، انتهى الشطر الأول وبدأ الآخر، وحتى آخر الأسابيع تقرر فتح الأبواب بعد موسم من الانتظار. هي صراحة لله زعما هاد الأشغال بحال هكا بهذه الطريقة هذه تعطلات أكثر من اللازم. هذه شكون اللي كيأدي الضريبة ديال هذا الشيء بحال كل الفرق المحلية؟ علاش مثلا الرجاء والوداد غتمشي تلعب في مراكش، مثلا تلعب في أكادير، تلعب في هذا، الجمهور كله غيكون مضطر، العدد اللي غيمشي ديال المشجعين اللي غيمشيو لمراكش ما ماشي هو اللي غيكون اللي غتكون هنا قريب، غيقوم بالحب الفريق. راه الانسان كي ماشي اي واحد عنده باش يمشي للتيران، كاين اللي كيضحي كاع كيسمع في غدا ولا شنو يمشي يتفرج في الرجاء ولا في الوداد. انا نتحدى اي واحد داز بين الاثنين من المسؤولين يشوف كاين اكثر من جوج اربعه خمسه خدامه، الو كل اشغال هي باينه هنايا، هذا غير ديال الخدامه ماشي شي حاجه لوجيستيك ولا شي حاجه نقولوا غادي بلانات ولا هذا هنايا تيعنوا بها واحد الحاجه، ما باغينش الجمهور ديال الرجاء وما باغينش الجمهور ديال الوداد يجي للمركب واحد الخامس هذا العام. هذا مركب محمد الخامس بالبيضاء اذا فتحت ابوابه مجددا في وجه الغريمين وانصارهم، وقد تكون بدايه لموسم قادم يعاد فيه الفرح والتشويق دون توقف. سي سعد الله يلا الجماهير تنفست السعداء، قال صافي الملعب في حله جديده، فاذا بك تسرب كينتشر واحد الخبر ديال اعاده اغلاق الملعب من جديد بسبب رداءة العشب. حقيقه هذا مؤسف سي حسن، مؤسف على ان هذا الشيء اللي كيعيشوا مركب محمد الخامس، رغم ان الامكانيات مرصده للشركه ديال التنميه اللي هي كتسهر عليه والشركه ديال كازا اميناجمون للهيكله اللي هي كتشرف على الاصلاحات، فمن بعد يعني اغلاق ديال المركب مده سنه واللي تعذب فيه الفروق ديال الدار البيضاء للوداد ولا الرجاء والجماهير ديالهم، فعيب على انه من بعد يعني ظرف وجيز عاوتاني غادي نسمع بانه يتغلق. يمكن العشب ما يعني ما خصو عاود يتصلح كله، يمكن
السكان وغادي يتطلب هذا واحد شهرين وثلاث شهور اخرى. فهذا يعني انا بالنسبه لي يمكن نقول عبث في التسيير في التدبير ديال هذا المركب. انا بغيت نعرف القيمه المضافه اللي عطاوها هاد الشركات المركب محمد الخامس بخلاف على انه ملي كان مجلس المدينه عن طريق قسم الرياضه اللي كنشرف عليه اللي سيرناه من 2003 حتى 2015 حتى 2013 تقريبا قبل ما تجي شركه ديال التنمية. ما عمرها يعني ورغم ان الامكانيات ما كانتش بحال هكذا وما كانش يعني الوسائل مرصوده الدعم المادي مرصود ورغم ذلك كان يعني الحمد لله مركب محمد الخامس ما كانش هذه المشاكل والعشب كان بشهاده الجميع من احسن العشب اللي صوبناه من بعد ما عاودنا الاناره كذلك حتى هي ديال المركب محمد الخامس بشركه يعني ذات صيت عالمي اريفا. فيعني انا ما عرفتش الاضافه اللي داروا هاد الناس ومركب محمد الخامس الحاله ديالو غدا من سيء الى اسوء. سمعتي هذه القضيه ديال انه يقدر يتسد مره اخرى التيران؟ بالفعل يعني هذه مهزله بما تحمله الكلمه من معنى. اذا دخلنا الارقام القياسيه ملي غندخلوا لكينيس لان 30 مره اللي تيتغلق في مده هاد 10 سنوات الاخيره اكثر من 30 مره هو عدد المرات ديال الاقفال ديال المركب محمد الخامس. حنا دخلنا الحمد لله حققنا انجاز كيتسد اكثر ما كيتفتح الانجاز هذا انجاز رقم قياسي. هذا مشكله ديال التسيير والتدبير المحلي وثم ان هناك مجموعه من المتدخلين كثره المتدخلين الولايه من جهه مجلس المدينه من جهه الجامعه من جهه وزاره الشباب والرياضه من جهه شركات التنميه المحليه من جهه ملي تلقاو جوج شركات ديال التنميه المحليه داخل نفس الملعب تطرح عده اسئله ديال التدبير وديال التاهيل تعطل كازا اميناجمون هما الموكازا اميناجمون بعد التاهيل خاصها تكون رجعت تدبير تيتعطى لكازا سالات الخدمه ديالها نورمالمون خاصها تكون سالات كازا انيماسيون كازا انيماسيون او الدار البيضاء للتنشيط عندها تدبير تجيو تنشوفوها في ملاعب اخرى تدبير التظاهرات تدبير التظاهرات تدبير التظاهرات التسيير اليومي ديال المركب بما فيه التظاهرات او اللعب او بالفعل وتلقاو كازا انيماسيون في مجموعه من المركبات اخرى كالعربيه الزاويه انها تدير تاهيل هناك خلط تداخل تداخل وخلط وبقى هاد الناس اللي تيدبروا مجلس مدينه الدار البيضاء تيتحملوا مسؤوليه كبيره وكبيره جدا انه هما السبب انا عضو في المعارضه احنا الاصوات ديالنا يعني كانت دائما داخل اللجان وداخل الدورات على ان لابد من يكون تسيير مباشر ديال الجماعه ديال الدار البيضاء لانهم المسؤولين المباشرين السيد الوالي او السيد العامل وهذا عندهم واحد الفتره وتنتقل لمنطقه اخرى اما المواطنين او البيضاويين راه تيسولوا ذاك المنتخب تيتحاسبوا معاه هناك حساب مع المنتخب بعد انتهاء من الولايه تجي الاستحقاقات واش درتي معنا هناك هنا تنقولوا الاخوان اللي تيدبروا دابا العداله والتنميه بقياده العداله والتنميه لابد من تحمل المسؤوليه الكبيره في القطاع الرياضي سواء في مركب محمد الخامس سواء في جميع المنشات وجميع الفضاءات الرياضيه داخل مدينه الدار البيضاء هناك العشوائيه في التسيير هناك الارتجاليه في اتخاذ القرارات هناك الانفراديه في اتخاذ مجموعه من القرارات حنا كاعضاء مجلس المدينه ما تنعرفوش الملعب من متى غيتقفل وما تنعرفوش من متى غيتفتح اللجان ديال التتبع اللي هي يعني فيها مجموعه من الاعضاء لا ما تتجمعش ما كاينش لقاءات كاينه واحد العشوائيه في التسيير طيب كيتكلموا على الملعب العشب نتوما كنتو درتو واحد تريتمون اون افي تريتي اون غوفي لو غازون يا اون تريتي وكنا درنا شحال استغرقت المده؟ المده ما كاملاش اربع شهور وفي الصيف كنا بديناه في ماي في سبتمبر كان كامل وبقينا كنديروا لو تريتمون عطينا سو تريتونس لشركه خاصه في يعني تو سكي بلونت غازون اي تو سا هي اللي كتقول بان هذه العمليه خاصها تبقى دار سنويا واش بصح لا سنويا ما خصوش يبقى يتعاود دائما لا بالعكس لا ماشي تعاود غير يبقى يتستريطا سنويا كيتستريطا هو يوميا لان خصك دائما لي زونكاي خصك لا ما يتسدش اللي كنسدوه حنا
محمد الخامس كيتلعب فيه مره في الاسبوع يعني الفرق، فكنقدروا نسدوه مثلا المده ديال جوج اسابيع غادي يجي مباراه للوداد ولا الرجاء خارجين كاس افريقيا غنشدوه باش كنديروا يعني اون اوبيراسيون اللي كتسمى لو كاروتاج، كتجيب واحد لاباراي واحد لونجان اللي كتحفر لو غازون باش كتنفسوا وكيدير بحال قلتي دي ترو طوال بحال لي كاروت بحال الخيزو هذاك هو باش من بعد كيتنفس داك لو غازون داك الربيع ودا باش الغازون لان راه حي هذاك الغازون راه كيتجاوب في الحياه يعني، فكدير الماء كدير لي زونغري كدير لي فيتامين وهذا كيتسمى متنفس بحال كتعطيه اون سيغتان اوكسيجيناسيون يعني واحد اوكسيجين، خاصة وان الملعب دابا ما بقاش عليه ضغط كبير، المنتخب دابا كيلعب مراكش. واش 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 مركب محمد الخامس تلعب فيه الكره؟ واش هذا هو الملعب الوحيد اللي فيه كرة القدم في العالم؟ ما نقولوش حنا في المغرب، علاش هذا الإقفال والإغلاق ما كاينش في ملاعب أخرى سواء داخل المغرب؟ واش هذا المركب محمد الخامس هو اللي فيه ديال أكادير؟ أكادير ديال ثم تيقول لك المقاربة الأمنية، المقاربة الأمنية أكبر الملاعب العالمية كاينين وسط المدن، وسط نمشيو للقاهرة ستاد ديال القاهرة راه وسط هذا وكاين 20 مليون نسمة، نمشيو لستاد دو فرونس راه هو وسط باري. سي حسن عنده الحق، راه العشب كائن حي راه كيخصك غير المقابلة والاعتناء به وغادي يبقى غادي، راه ما يمكنش ما تعطي الا ما عطيتيش اعتناء غادي يفسد، سي نورمال غادي يخسر وخاصك تعاودو، مي لو عطاو الاعتناء وتقابلوه بكل حاجه في وقتها راه بحال الصيانه ديال السياره. غير بلاتي قبل غير الضرر المالي اللي يقدر يلحق بالفرق، انت كمسير ودادي انورم ضرر مالي كبير بالنسبه لنا، ضرر مالي للنادي. الوداد الرجاء عندهم قاعده جماهيريه وكيعولوا على وكيعولوا على الجماهير ديالهم، فهذه اولا غيكون نقص تقريبا بواحد الى تسد غير 3 شهور ولا 4 شهور غادي يكون نقص بواحد 60% ديال المداخيل. زيد على هذا اضيف الى هذا ان الجماهير ديالنا حتى هي كتكبد خسائر ماديه، الجماهير تتكبد يعني نفقات نفقات ماديه كبرى وبشريه، ولينا تنشوفوا الناس تتموت نتفكروا السيناريو ديال الجديده ديال مجموعه من السيناريوهات الكارثه، وقال لك من احياها فانما احيا الناس جميعا، ومن يعني هذا راه مصيبه مثلا قتلوا روح وحده تتسببوا في الوفاه ديالها راه مصيبه كارثه، كون كنا في بلاد اخرى تحترم راسها المسؤولين خصهم يستقلوا بعد توقع بحال هذه الكارثه مباشره تكون استقاله، ولكن ما تلقاوش هذا الشيء مفهوم المغاربه ان الارتباط بالكراسي ديال المسؤوليه يعني ارتباط وهذا لا يمكن. طيب تبغى تقول شي حاجه وقيلا؟ انا بالنسبه لي يعني قلت لك يعني الجماهير كتكبد عناء السفر عناء ديال التنقل، فهذا يعني بالنسبه لنا حنا كنحسوا به كفريق لان النادي كيعيش بالجماهير ديالو، فخصنا نخموا المصالح ديالنا والمصالح ديال الجماهير، فعيب وعار على ان الضرب اذا كبيره ميغابول في المغرب الملعب كيتسد دائما والفروق ديالها كتبقى تضطر على انها تمشي لمدن اخرى باش تلعب. وتنجيو كمجلس مدينه تنديروا دعم ديال 100 مليون للرجاء والوداد، 100 مليون ما تتقداش كمصاريف خلال شهر واحد من من من, من ديال التسيير وديال كيف يوقع؟ تنبقاو جوج تنقلات كيتمشي لهم 100 مليون. جوج تنقلات. طيب غادي نبقاو دائما في مجال البنيه التحتيه، ولكن هذه المره سنوسع نطاق المناقشه لنتحدث عن ملاعب مغلقه على مستوى ولايه الدار البيضاء. غادي نرجع عندك كريم اللي غنتكلموا على ملعب العربي الزاولي، شنو هو المشكل اللي وقع فيه؟ هناك كارثه بما تحمله الكلمه من معنى، بعد الاغلاق ديال هذا الملعب لعشرات السنوات تم بعد غير اسمح لي اذا قطعتك اول مره كانوا قالوا غنسدوه قال لك راه التريبيل مشقوق مابقاوش كيدويو على التريبيل وهذيك المعلمه التاريخيه الكبرى تم يعني تهميشها لسنوات. جات الولايه الحاليه ديال المجلس اتفقنا في بدايه الولايه في 2015 اعاده تاهيل وتدبير هذه المعلمه التاريخيه، اجلنا التدبير الى ما بعد التاهيل وقررنا ان نديروا التاهيل يتم انتداب شركه كازا انيماسيون وحده ديال تدير التنشيط والتي هي تدير التاهيل في ملعب كبير اللي هو ملعب، وحنا دابا قلنا 3 سنوات يعني خصها تكون سالات يعني اشوفي يعني تكون في 2018، احنا دابا على المشاريع في 2020 تنتكلموا على 2020 وباقي الملعب ما وجدش وباقي ما غيوجدش، واخا تيوعدونا بان شهر 10 غيبداو يلعبوا تلعب الطاس تما، ولكن هذا راه وعود ما غيتقدرش يحققها لا محمد الجوهري لا السيد العمده لا السيد المكلف بالقطاع ديال الرياضه. اذا هناك كارثه كبرى. الكارثه الثانيه هو ان رئيس مقاطعه عين السبع
أراد أن ينقض على هذا الملعب بعد أنه أجهز على مجموعة من القطاعات الثقافية. ينقض على هذا الملعب وجاب مجموعة من الجمعيات ديال البلطجية بهذا المصطلح. كانوا بلاتي الجمعيات اللي كانوا تما راه سنوات كاينين جمعيات لا تنتكلموا على الملعب، أنا تنتكلم على الملعب ديال مركب محمد الخامس بما فيه الأنكس. كاين واحد الفندق، كان فندق ديال الطاس قبل باقي فيه جمعيات. كاين جمعيات حنا ما تنختلفوش مع دوك الجمعيات لأنهم خارج خارج السور يعني بوحدهم. هذوك جمعيات اجتماعية ما تنهضروش عليهم، ولكن ملي تنجيو داخل الملعب وباغي ندير جمعيات يديروا الخياطة والطرز والطبخ داخل مركب، ونحرم فريق عريق بحال الاتحاد البيضاوي من المرافق ديالو، عيب أننا ما يكونش عندنا مراحيض. عطينا مكتب صغير كإدارة وسدوا لنا عليه بالسوارت، وخصك الباب البرانسيبال لابوس برانسيبال صعيد شركة التنمية المحلية بعد مسالات لا بعد مسالات من الأشغال داخل يعني المرافق. تندوش على الملعب لأن الملعب باقي. هذوك المرافق أعطت المفاتيح نغمال مخصة تعطيهم الاتحاد البيضاوي، لأن الجامعة المغربية لكرة القدم قالت بأن كان هناك دفتر تحملات، وأن أي فريق نادي تلعب في البطولة الاحترافية لابد من احترام واحد مجموعة من البنود كان داخل كناش التحملات. ولكن صعيب صعيب الطاس فريق باش غادي يقدر على الحمد لله صيانة الصيانة ديال الملعب كبير بحال هذا. راه كتعرف المصاريف ديال الصيانة ديال الملعب بحال العربي الزاولي وتزيد على لي شارج ديال الطاس. ولكن صعيب. ولكن لابد إن راه بوحدها راه تكلف، ولكن لابد من دعم الرياضة. الفريق الوحيد اللي تيمثل دابا البطولة الاحترافية داخل المنطقة، ولا ما قلناش الدربي دا كاع، حتى اللي تندويو على الوداد والرجاء تيمثلوا الوطن كامل، تيمثلوا المغرب كامل، راه هو الاتحاد البيضاوي والراك. دابا تنتكلموا على الاتحاد البيضاوي، دونك الاتحاد البيضاوي عنده التزام، واش عنده إدارة وحدة؟ واش مجموعة من اللاعبين عندهم الوثائق ديالهم ما قدرناش نوصلوا ناخذوا الوثائق ديالها؟ عيب وعار أن رئيس المقاطعة يدخل السياسة داخل المجال الرياضي. المجال الرياضي فيه هو في منأى على العمل السياسي. أنني نجيب جمعيات في أطر محابات، في إطار المحابات، باش أنهم يعاونوني في الاستحقاقات المقبلة على حساب نادي كبير اللي هو الاتحاد البيضاوي، على حساب أحفاد العربية العربي الباطنة والعربي والعربي الزولي. فكيف يعقل أنني نكونوا الملعب ديال العربي الزولي هو ملعب ديال المنطقة ككل ياك. هذا الملعب هذا راه تلعب فيه الطاس، راه مركب محمد الخامس كتلعب فيه الرجاء والوداد. إذا كان فريق آخر صعد راه ممكن يلعب فيه. بيان سور. مي تنتكلموا على نوادي، نادي راه كاين نادي الاتحاد البيضاوي، كاين ناديين أخرى، نادي النجمة ونادي الدفاع تيلعبوا في منطقة أخرى في ملعب ملعب كوزيمار تنسموه ملعب. ولكن اللي غيتقوى الدفاعي إلا تقوى مرحبا بهم، ولكن ما نعطيوش الجمعيات اللي عبارة عن حبر عن ورق. الرئيس الزوجة ديالو هي الكاتبة ديال الجمعية، وولده هو الأمين، وندير لهم واحد ريع انهم يجيو يدخلوا مجموعه من الاطفال المساكين ما عندهمش حتى يدخلوا مؤطرين ما عندهمش حتى التكوين الرياضي، ونعطيهم داك المعلم ويخلصوا واحد الايتاوات. هذا كريم هذا نقاش اخر. علاش؟ لان الان نتكلم على واش الاتحاد البيضاوي هو الوحيد اللي له الحق في استقبال في هذا المركب. لا مش هذاك المركب. لا حنا ما عندناش هذا المشكل. دابا عندنا المشكل في المدرسه، ما عندناش مدرسه للاتحاد البيضاوي. عندنا 1000 طفل باغا تلتحق بالمدرسه، ما عندناش لانيكس شادينو الجمعيات عطيهم هاد السيد الرئيس عطيه الجمعيات تيدخلوا فيها. ملعب اخر ديال الطاس ديال الحفره، الملعب ديال الحفره هذاك عطاته المقاطعه ديال الحي محمدي، عطيه مجموعه من الجمعيات تيترينو فيه. واخا باش ما نخليوش حنا في الحي محمدي عين السبع نمشيو نترينو في الصخور السوداء. دابا تندخلوا في الصخور السوداء. دخلتوا في العربي الزاولي دخلوا في عين السبع. راه عين السبع الحي محمدي، راه عين السبع الحي محمدي يعني حتى الصخور السوداء راه الحي. لا راه العربي الزولي جا في الحي محمدي، راه ما جاش في عين السبع، راه في اطار العمليه الانتخابيه شدوا عين السبع جروها باش مشوا للكاريان سونترال. كانت فيه الكثافه ديال الاصوات، وكانت فيه اكثر من 8000 نسمه، 8000 براكه، داروا دخلوا مجموعه من الاحياء، دار الامان الشعبي سماره الاصيل، واحد مجموعه من الاحياء اللي هي لا علاقه لها بعين السبع، وتم ادماجها هي حي محمدي. واخا نعاود نرجع عند كريم، مشوا عند سعد الله راه نسيناه. سعد الله ملاعب اخرى مغلقه، نعطيك مثال ملعب مولاي رشيد. ملعب مولاي رشيد مغلق موجود،
انا مشيت شفت واحد الحصه تدريبيه للفريق الليبي، اجرى حصه تدريبيه تما، يعني المسؤولين الليبيين اعجبوا بهذا الملعب وكيتسائلوا شكون اللي كيستقبل في هذا الملعب. قالوا لهم ما كيستقبل فيه حتى واحد. اذا عندكم فائض ديال الملاعب. قال مزيان، الدار البيضاء فيها فائض بلي هذا الملعب كله وهذه المعلمه كامله خاويه، ما كاين حتى فريق يستقبل فيها. حقيقه هذا يعني هذه معاناه عانيناها ملي كنا نيت في قسم الرياضه منذ خديتو تما هذاك التيره الوداد كانت درنا مع ملي كان السيد رئيس ديال جماعه دم ولي رشيد السي جبيل، وكنا درنا اتفاقيه مع السيد دبلالي اللي كان رئيس نادي الوداد، وما بقات شي 3 سنين 4 سنين، ومن بعد رجعوا قال لك لا الجمعيات ديال مولاي رشيد وخصهم وما عطيوش الوداد عندها ديجا مركب. فكانت مسائل يمكن سياسيه انا ما بغيتش ندخل فيها انا كاداري. ف يعني تلم الالغاء ديال ذاك المعاهده او الاتفاقيه اللي درنا مع الجماعه، ولكن بصفتي كمسؤول على قسم الرياضه وكنا صوبنا مركب مولاي رشيد في 2011 باش تعرف كان جاهز تصوب، كانوا السكان ساكنين في المستودعات خرجناهم عطيناهم عاودنا المركب كله بما فيه المدرجات بما فيه الفيستير المستودعات بما فيه العشب بقى موجود، ولكن كان خص يعني فرق تلعب فيه. يمكن بحال دابا الاتحاد البيضاوي المركب ديالها مثلا مركب عربي الزاولي مسدود يلعبوا تما، ولكن الرجاء العماله تترفض. حنا يلا تكلمنا في النقطه الاولى في المحور الاول على ان الرجاء والوداد تضطروا، لو اننا هذا المركب هذا المجمع الرياضي الكبير اللي عنده 40,000 نسمه كطاقه استيعابيه كانت هي في حاله ميمشي الوداد والرجاء تسد مركب محمد الخامس اللي غنبقاو هذا السيناريو تيتكرر، غنحاولوا اننا هاد الناس ما يخرجوش غيبقاو هنا في الدار. هادشي كان لعبنا في العربي الزاولي مباريات ديال الكاس مباريات البطوله الرياضيه داخل المسؤولين ديال الدار غياب واخا خلينا نعطيو المركب ديال مولاي رشيد بغينا نلعبوا فيه. هذا هو اللي غنجيك علاش تغلق المسؤولين اللي كانوا في ذاك الوقت، لا سواء رئيس المقاطعه ديال مولاي رشيد او ناس الامن ديال مولاي رشيد، كيقول لك لا هذه دواعي امنيه قال لك الصور خصو يعلى من غير خصو يعلى ما كاينش كيفاش تدخل وداك لي شيء قلال وما كاينش وجات حي سكني والجماهير كتجيب الالاف ديال الوداد والدرجه ما يمكنش يلعبوا. ماشي غير الوداد والدرجه اللي كاينين، كاين طاس، كاين وفاء وداد، كاين مثلا الراك، يقدروا يلعبوا. فملي كيتغلقوا الملاعب ديالهم ما كيلقاوش فين يلعبوا هذا الفورم. فاحنا المركبات مديورين هنا في الدار البيضاء عندنا 5 ديال المركبات ديال كره القدم ما كيتمارسش فيهم كرة القدم بالشكل اللي خصهم يلعبوا به. البرنوسي ايضا متضرر، رشاد البرنوسي مشى من الملعب ديالو ضربوا الترام ما عطاوش يعني البديل على اساس حتى هو كان كيكون كانت عنده مدرسه كيعطي وديك المنطقه البرنوسي منطقه كبيره ومعطاءه وعندهم لعبه ولا سي سعد الله. وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في جليسه رياضيه في المحطه الثالثه، وكالعاده تدوينه مثيره للجدل هذه المره من لاعب المنتخب المغربي يونس بالهند. أقل من دقيقة يونس بالهند كيتسائل على واحد السؤال طرحه أحد الزملاء الصحفيين على الوحيد، كيقول له علاش كتغيب لاعب هداف عالمي من حجم حمد الله بالهند. يرد على السؤال ويصفه بالسؤال الوقح. شوما حنا رجال الصحافه كان دائما عباره عن مستشارين لدى مجموعه من المدربين، سيرتو المدربين اللي تلتحق جديد بهذا خاصو تكون عنده رؤيه واضحه للمنتخب. حمد الله بشهاده يعني القاسي والداني على انه هداف من الطراز الرفيع. واخا غنمشي عندك، رايك في التغريده واش كان خصو يديرها ما يديرهاش؟ لا نورمالمون صراحه ما كانش خصو يديرها، انيتيل يعني غير مفيده، وحتى الرد ديال حمد الله كان انه يتجاوز وما بقاش يدخل لهاد الشنانات التصريحات والشنانات. هو لاعب مازال عندنا مستقبل عليه، المغرب باغيه، الشعب باغي، فكان خصو يتفادى هاد الشيء كيف قال سي كريم على انه ملي يجي المنتخب يماركي ويسجل ويعطينا انتصارات راه غادي يكون احسن من بقى يتجاوز. رد عليه ايضا ب وراك دويت على حمد الله ما كانش خصو يرد، ما كانش خصو يدخل. راه رونالدو دابا مشى للسعوديه راه تيشوفوا مباشرة تيشوفوا بلندا كمحترف ويعني لعب في اوروبا ولعب في بطولة فرنسية وهذا ما كانش خصو على انه ينزل لهذا المستوى ويبين على انه يدخل الحيثيات صغيرة وغير مفيدة وما كتبينوش كلاعب رزين حكيم محترف في العقلية ديالو. تعامل اللاعب المغربي مع وسائل التواصل الاجتماعي باقي خصو شوية بزاف فخير بزاف. الاحترافيه خاصها ما تكونش غير في الكره، خاصها تكون في التواصل. دور من هذا انا الواقع خص اللاعبين المغاربه ديالنا خصهم مستشارين في التواصل.
شحال واحد كيحسبوا الفضاء الازرق كتب لي بغيتي ودير لي بغيتي. شكرا لك سعد الله، الوقت يداهمنا. كنشكروك على تلبيه الدعوه، نتمنى نشوفوك معنا مره اخرى ان شاء الله. مرحبا وشكرا الاخ حسن، وكنتشرف بسي كريم الحضور ديالك. مرحبا استاذ كريم، الوقت هو اللي منعك، انت غادي تبقى تهاجم كعاده. لا شوف، اداه نديروا النقد، النقد البناء، النقد ملي تيديروا شي حاجه مزيانه حنا تنصفقوا ليها، ملي تيديروا شي حاجه. راه العداله والتنميه كرسونا حتى في عين الصباح، راه الناس كانت تصويت، كان تصويت يعني انتقامي، كان ضد الفساد داخل عين الصباح. خلينا في التيران، خلينا الله يرحم باك، كنقول لك راه كلشي في كره، راه مرتبط بكره، راه رسمه، راه ارتباط كبير بكره. راه الناس صوتت بعد هذا الرئيس اللي كانت عبد الولايه السابقه، جات صوتت العداله والتنميه بانه من اجل محاربه الفساد، ناضوا العداله والتنميه ردوه هو جا الاخير. اديتينا التيران اخر، اديتينا التيران اخر، هما اللي جابوا لنا هذه المشاكل اللي دايرينها في شكرا في عين الصباح، وكيتحملوا المسؤوليه ديالهم. وبهذا كنوصلوا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم جليسارية ديال. نتلقى معكم في بداية الأسبوع القادم بمواضيع أخرى بضيوف جدد، إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج أطيب المنى، إلى اللقاء.